هذا الفيديو رسالة لأي واحد كيحس براسه فاشل. يحكى أنه مجموعة من الفاشلين داروا جمعية ومن بعد بدأوا كيضموا لهم أي واحد فاشل، أي واحد عاطل، أي واحد ما داير والو في حياته بدأ كينضم لديك الجمعية. وأهم شرط باش تنتمي لديك الجمعية هي أنه ما تكون داير حتى شي إنجاز في حياتك. فالمدير ديال الجمعية جاته فكرة أنه يألف كتاب سميته كيف تصبح فاشلا. فألف الكتاب والكتاب لقى نجاح كبير. فالجمعية طرداتو بتهمة النجاح. مهم، هذه فقط نكتة بغينا نفتتحوا بها الموضوع ديال الفيديو ديالنا. قبل ما ندوزو المعقول، إذا كنت كتحس براسك فاشل فكنظن أنك ما غاديش تكون فاشل أكثر من هذا السيد هذا. كنت سركل في الفيسبوك ونضرب في السي في ديالو. عوض الخوت، سنة 2009 فشل في مباراة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، فشل في الدراسة الإسلامية بكلية الآداب والعلوم مكناس، فشل في مباراة المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، فشل في مباراة المدرسة العليا للأساتذة في التربية البدنية، فشل في مباراة الممرضين. ومن بعد خدا إجازة بينك هذا الماستر، يعني خداها في سنوات. فشل في مباراة الماستر بكلية العلوم والتقنيات بفاس، سنة 2016 فشل في مباراة 25000 إطار، سنة 2016 نجح وأخيرا في الاختبار الكتابي والشفوي ماستر سيونس دي ماتيريو. مهمة السيرة هذه الخوت باش ما نطولش عليكم، نخليها لكم في ارتيكل ولا في ستوري باش تعرفوا ان المتعة النجاح في دوك العراقيل اللي كيخرجوا لك في الطريق، في دوك الطيحات. شو كلنا كنطيحوا، غير هو فاش تطيح لقط معاك شي حاجة، فاش تدوز عليك حاول تاخذ العبرة. الا شتي شي واحد ناجح بزاف فعرف انه فشل بزاف، والا شتي شي واحد فرحان بزاف فعرف انه عانى بزاف. قداش ما فشل، قداش ما حفر الفشل في قلبك حفرة كبيرة، قداش ما كيكون قلبك قادر يستوعب نجاح اكبر. إذ لو انك ما فشلتيش فشل كبير وجينا وعطيناك نجاح كبير، تقدر تصوت، تقدر يطير لك الفريخ، تقدرش تتعامل، ما غاديش تكون عندك تجربه وخبره كيفاش تتعامل مع الفرح الشديد. دونك النجاح تيجي ستيب باي ستيب. الحمد لله على كل طيحه كطيحها في هذه اللحظات، لانها تعلمك بزاف وغتغير فيك بزاف. هذا ما كان تهلاو في راسكم بزاف، وكما العاده حتى شي واحد ما غادي يتهلا في بلاصتكم.